وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هذه بنت الغالية روضة، وهذا عامر. عاد أنا استأذنكم أجيكم بعد شوي. أنت روضة؟ إيه؟ مع أنه المفروض بالجامعة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، وش ذا الزين وش ذا الجمال، ما شاء الله، الله لا يضرس. يا رجال خليك ثقيل، اذق رفق، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. هل تفضلين الزوج التاجر أم الفقير؟ أفضل التاجر، فكرة وثقافته وتعامله. طيب وش دور الزوج والزوجة بالبيت؟ الزوج هو رأس العائلة، والزوجة الرقبة اللي تحرك الرأس. أبلش، جواب ذكي وغامض وخطير، وأنا ما أحب البنت المغرورة والذكية والغامضة. وش تقصد؟ أقصد أن المقابلة انتهت والشوف الشرعية تمت، وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. بس والله زينة، الجمال مو كل شيء يا عامر، خليك ثقيل زي ما قالت عمتك حصة. السلام عليكم. مع السلامة. أنت شايف نفسك وش عليه؟ ليش ما تبيها؟ مغرورة وشايفة نفسها. أها، مغرورة وشايفة نفسها، هالكلام هذا أنا قلتها لأمك، بس أمك الله يهديها رأسها يابس ما تسمع الكلام. أقول أترك الموضوع علي وزهلها بس. معصي، ما بيك تتدخلين بيني وبين ولدي. عاد أنا قايل لكم هذه شروطي، إذا ما توفرت ما راح أعرس. من زينك عاد شروطي وشروطي، ومن اللي بيقبل بك أنت وشروطك ذي؟ خل واحدة تقبل بك أول. لا يا شيخة، الحين مو بتبوني أتزوج وأستر على نفسي؟ خلاص جيبوها على هواي. أنت مو قلت تبي واحدة جميلة ومثقفة؟ هذه البنت جميلة ومثقفة. لكن هذه ما طلعت مثقفة، طلعت فيلسوفة وذكية. وأنت يا لك مخة، تبي واحدة غبية؟ عندما يجتمع الجمال والخيال وكيد النساء في امرأة، تأكد أنك في مأزق. مأزق؟ مأزق؟ والله اللي بتاخذك هي اللي في مأزق. بعدين هالجملة ذي من وين سارقها أنت؟ من المكتبة. قصدي الزوجة الذكية يا عمة تورط زوجها. إي هذا إذا كان ذكاء الرجل الله بالخير. عارف قصدك يا عمة وبمشيها، بس أبيك تدوري اللي على زوجة ثانية. أقول يا أبو صالح. سم. أبيك توصل أبو صالح، لا تعرف أنت أجواد، بس شرطنا في الأبشن. في الأبشن؟ موتر ولا بنت؟ زوجة العامر، يبيها كاملة الوصاف. كاملة المواصفات هذه لازم تفصل تفصيل. بندور رقع، بس لا تنسى توصي زوجك وبناتك اللي قوة وجودية تعلمنا. وكم الموديل؟ قصدي وش المواصفات؟ عجيب والله.